ويلنس لليوم. بيسعدنا نستضيف معي هيفا ملاعب، لايف اند ستريس كوتش. امبارح ما قدرنا نشوفك هيفا، اليوم رح نعوض. بعرف قديش الناس بتنطرك خاصه بالمواضيع. صحيح نحن عم نحكي والبينج، بس هي قريبه من الواقع حياتنا والحياه تبعنا. واليوم عن جد الموضوع نحن كثير بحاجه له. انا اليوم كنت عم بحكي هيك قديش الانسان عن جد في اشياء لازم يوقفها وفي اشياء لازم يسكت عنها. اليوم في دراسه معينه حتشاركينا فيها لنكون نحن حياتنا افضل وما نحس ولا مره بالحياه انه نحن دون مستوى او نحن مهانين بكرامتنا. 100% بلانش، هيدي دراسه طلعت جديد ب 22 اب هلا، اجتمعوا عليها اكثر من 65 حدا بالسايكولوجي بعلم النفس، واخر حدا كان واحد من المليونيريه اللي بيشتغلوا عندهم اذا بدك تاخذي ابوينتمنت منه بدك تنطري شهور، هو استرالي. نزل هيدي مثل الكونكلوجن تبع بعض العادات اللي بتساعدنا نحن تكون عنا اياها بحياتنا اليوميه حتى نحافظ على كرامتنا. حلو. لا كيف يعني حافظ على كرامتي؟ لما حدا يهيني او اسمع كلمه ممكن تاذيني، رغم انه نحن مش لازم ننأذى من الكلام، بس انا نفسيا بيني وبين حالي اكون مرتاحه. يعني ممكن يكون في اشياء انا متصرفه او انا بعملها بالمستقبل تسبب لي اهانه من الاخر او نظره بيني وبين حالي، انا بحس انه بلا كرامه انا تجاه نفسي. أوكي. ببعض المواقف، ببعض المراحل بحياتي، ببعض يمكن يصير شيء يحسسني بهيدا الموقف. شو هن هودي العادات؟ اجتمعوا على عده عادات ونحن بنعرفهم، بس قليل منا يمكن اللي بيطبقوهم بيعتبروهم شيء كثير طبيعي. اول شيء الشيء الشخصي اللي بيصير معي بيني وبين اصحابي او بشغلي مع حدا بالشغل معي او بالعائله، شو هن يعني؟ شغله بتزعلني، يمكن حدا اذاني بكلمه، اذاني بالشغل مثلا، اخذ محلي بالشغل، او مشكله صارت بالعائله مع حدا من افراد العائله وانا بروح بشاركها مع اي حدا وبحكي عنها. هيدي عاده لازم تكون نوقفها، نحن بنقول لازم يكونوا برايفت، يعني هودي العادات اللي حكوا عليهم خصوصيه، لازم حافظ عليهم بيني وبين حالي بس ما شاركهم مع اي حدا. سو اول وحده هي اي شيء بيصير على صعيد الفاميلي، الشغل او الاصحاب، شيء بيكون بزعل يعني يعمل لي جريف ما لازم احكي فيه. مش لانه انا بدي اتعود انه اكون انسان عندي اسرار، بس لانه هيدا الشيء بيساعدنا على صعيد النفسي نكون محافظين على كرامتنا. لانه قال لك كلمه بالمستقبل عن قصد او غير قصد رح اشعر انا كانه اهان. 100% هيدي شغله كثير اساسيه، شغله كثير مهمه نحن لما نكون مبسوطين فيها بنبلش نشاركها ونحكيها عن اللاف لايف اللي هي العلاقات اللي فيها حب، ان كان رجال ومراه، شو جاب لها هديه، شو عامل لها سربرايز، شو بيجيب لها، شو بيعمل لها، في قصص هيدي ابدا ما لازم شاركها مع حدا. كثير اساس، حتى اذا واحد تعرف على شخص مش دغري لازم يروح يخبر تعرفت على هيدا وهيدا حكاني بشي بده كوميتمنت، بحبني كثير، شو عم بيعمل لي، كثير شيء عاطل نحكي ونشاركه مع حدا. بس شو لها علاقه هيدي على صعيد النفس؟ لانه بيقولوا انه وقت انا احكي فيها يمكن اخسر هيدا الحب، يمكن اخسر هيدا الشريك، ولما نوقع رح اجي اسمع كلام من كل اللي حولي اللي خبرتهم يهتوني فيها او يلوموني على شيء عملته، هن ما لهم حق يتدخلوا، بس قد ما كان الانسان منه حيط، منه ثينك، هو انسان عنده مشاعر، فرح يجي نهار ويحس كرامته انهانت لما يصير في اي شيء خلل بهالمحل، اذا مش مشارك ولاقوا انه نفسيا نحن بنكون مرتاحين اكثر. وانت بتشوفي هلا على السوشيال ميديا للاسف كل هديه تجي للشخص، ايه شو جاب لي وشو عمل لي، وهون احيانا في ناس بتصير تقارن حالها انه يي انا ما بيعمل لي، يي انا ما بيسوي لي، كمان بتاذي الناس اللي بالمحيط. هو اشياء كثير كونفيدنشال، اشياء سريه بتخليني انا اكون مرتاح مع حالي اكثر ما شركة. عن جد لاف لايف كثير مهمه. يعني اذا تركها بيرجعوا بيسالوها شو عملت باللي هيدول؟ وليه تركك؟ وليه تركك؟ ما كان يجيب لك، يعني بترجع بتضلك عايش الحاله ما بتخلص. فرح تحسسني نفسيا انه انا داون، يعني انا اذا ما بيعرفوا شو أحسن. صار ما رح يعرفوا مين السبب او شو صار احسن. واو. قد ما فيني حق لازم اكبت مشاعري بعلاقه الحب ما شاركها مع حدا. هلا يمكن صعبه انه نحن بنقول اف
انه ما احكي بطل عندك معقول. اصحاب يعني. فيني شارك مع حدا بعرفه كثير قريب هيك ارتاح، بس قشور نحن بنقول ما نفوت كثير بتفاصيل. تو ماتش انفورميشن لشو؟ لشو 100%. يعني ما نكثر كثير حكي على الموضوع، جيب كذا 1 2 3 خلصنا. خلصت. في شغله كمان اساسيه اللي هي الفاينانس، الاشياء الاقتصاديه الماديه. مش ضروري اقول قد ايه بقبض. ما حدا لازم يعرف قد ايه السالري تبعي، قد ايه بجمع مصاري، قد ايه بصرف مصاري، ولا بدي 2000 دولار بالشهر، بدي 5000 دولار بالشهر. كل شيء خصو بالاقتصاد بياثر على كرامتي بالمستقبل اذا بشاركه مع عالم. حتى مع شريكك؟ حتى مع الشريك. تخيلي لما نقول كونفيدنشال عم بيشتغل، بس مش ضروري يحدد، هو رح يعرف تلقائيا انت البوزيشن اللي انت فيه قداي تقديريا انت بتقبضي. بس ولا مره نكون على القد. ما لازم نحدد انه رحت اشتريت ب 500 دولار، ما ضروري اقول، يمكن اشتري ب 100 دولار، يمكن اشتري ب 10 دولار. بس هيدا مش كذب. ما نحن بنفكر انه هو كذب. على صعيد النفسي لاقوا كثير انسان بيكون مرتاح بس ما يشارك هودي الامور مع حدا. معقول هيدا الحدا ينقل؟ يعني تصير خبريه ال 500 دولار بتداولوها ثلاث اربع قاعدين عم يشربوا كيف؟ اذا اصلا السالري تبعك انت مرته او جوزها بيصرفوا هلا السالري تبعك عالي، بيعتبروكي انسانه يمكن ناجحه، لانه النجاح عند العالم برأي العالم قد ايه بتطلعي مصاري. اذا بتطلعي 500 دولار مش معناتها بالنسبه لإنه انسانه ناجحه، رغم في ناس بتتعب اكثر بكثير وناجحه بس السالري تبعها اقل، ما بيمثل قد ايه هي انسانه ناجحه السكسس تبعها. هلا بتنربط كمان اذا انت معاشك كثير قليل، يعني بيعرفوا كل اللي حواليك انه معاشك قليل، كمان بتصير كل النهار عم يحكوا عنك وعن معاشك. هيدا الشيء بدايه، واذا كان معك كثير مصاري وانت انسانه ناجحه وانت بالحياه مش هيك واخذوا فكره عنك هيك، بينك وبين حالك عندك صراع داخلي وبيأثر على نفسيتك. لو في عالم بتبين انها كثير مرتاحه وهي السالري تبعها يمكن ما تكون عالي، يمكن شغلها كثير مهم بس هي بتقبض اقل، بنظر العالم هي سكسسفول ناجحه والمعاش تبعها عالي، بس هي مش ضروري. فانا كمان هيدا الشيء بينربط شعور بانه انت منك مثل الناس بتصير. وفي شيء ثاني اذا بدي احسبه انا كسكيورتي عند الانسان، ما لازم يعرفوا العالم قد ايه بعمل انا سيفينج، قد ايه بجمع، شو بحط على جنب، ولا اجي اقول له للشخص انا بطلع 1000 بس بدب منهم 300. بس في ناس بس بتحكي هيدا الموضوع، بتحس حالك قاعده مع كونتابل كل الوقت يعني. صح، من هون بعلم النفس بيقول لك هيدا ضعف عند الشخص عم بيشاركه، مين همه يعرف قد ايه بقبض، قد ايه بطلع، قد ايه بشيل على جنب، ما انا ما عم فيده فيهم. يعني انا اذا بتجي بتحكيها كمنطق كلوجيك من دون هيدي الستادي اللي هي منطقيه كثير، انه ليش بدي اقول للواحد قد ايه انا بجمع؟ ليه عم تخبرني؟ انا شو حاستفيد؟ ايه شو انا رح اخذ منهم؟ بعدين ممكن للسكيورتي العالم تعرف انك بتشيلي على جنب، تستفيد بيوم هي بدها مصاري تيجي تطالبك، ولو ما صار لك تحسب لك اياهم، صار لك سنه بتضب 200 دولار اكيد معك، ما فيك تقولي له ما بقدر ساعد. لا بس ما فينا نعيش بلا الناس كمان. ما فينا نعيش بلا الناس، فينا نشارك برجع قول ان جنرال. اوكي دايما عمومية بالشغلة. الحمد لله مكتفيه ماشي الحال، ما ضروري حدد الرقم. أوكي. في عالم عندها كثير حشريه، تعرف قد ايه بتقبضي؟ انه بتعملي لك 2000 دولار بالشهر، انه بتعملي لك 3000 بجيبك اكثر، وبكون هو بيقول اكثر فكره. شفتي كيف تيربط انه انا انسان ناجح بقبض كثير، بيستحي احيانا يقول انه انا بقبض قليل. صدقي صح؟ نحن بنشوفها بحياتنا اليوميه، هيدي كمان ثالث هابت كثير بتاذينا بحياتنا على صعيد كرامتنا اذا بنشاركها مع حدا. صحيح صحيح. اوكي؟ بنشاركها مع حدا هيك ان جنرال بتقطع. شيء كثير اساسي للتشاريتي، انا مين بساعد؟ مين بعطي مصاري؟ في ناس كثير بتشتغل بجمعيات او مش ضروري، انا والله مرتاحه او عندي بحب ساعد، كل شهر بشيل يمكن نسبه قليله، يمكن ساعد من اشياء ما بدي اياها وبعدها منيحه ساعد فيها. بس ما لازم اخبر. ما لازم اخبر. بس هي شو بتعكس عليه؟ انا اذا انحكى فيها بحس حالي انه انا انزليت. ايه، لانه اذا واحد بده يعمل منيح، هي اصلا معتقد من زمان بده يعمل منيح ما لازم يحكي عنه، صح؟ ايه كان قوله اللي بده يعمل منيح بكل العالم، كل المعتقدات بيقولوا لك ما لازم تحكي عن المنيح اللي بتعمليه. ابد، خلي الشخص الثاني يحكي عنك. اوكي، يمكن حدا يجي يقول هيدا الشخص كثير منيح ساعدني بيوم من الايام. إيه؟ بس انا منه، اذا انا بدي ساعد ما لازم احكي عنه.
اذا انا بدي اعطي ما لازم اقول. ويمكن مثلا اذا انا بعرف هي فبتخبرني دائما بتعطي وبتعطي، بعدين بقول لها شو بك صار لك 100 سنه بتعطي بعد ربنا ما اعطيك، بكون انا زليتي. زليتي يعني نزلتي من كرامتها. اصلا اللي بده يعطي ليشوف حاله ما بيعطي. ما عم يعطي. هيدا فكره بالنسبه له تو شو اوف قدام الباقي. هيدا عم يرشي ربنا او عم يرشي الكل. او لانه عنده ضعف بده يفرجي العالم انه هو انسان بيعطي، ببين بيصور انا رحت على هيدي المؤسسه، انا اساعدت هودي الاطفال. ابدا. الشركات او المؤسسات نفسها اللي بتتساعد من قبل اشخاص احيانا هي بتعلن انه هيدا الشخص ساعدنا، يقولوا له ثانك يو يعني. تقطع. اوكي. بس انا ما لازم شاركها مع حدا. قد ايه حمستيني بعد بوينتس. قلنا نحن هودي صاروا اربعه هابتس، كل شيء بلانس، كل شيء اهداف للفيوتشر بدي اعملها ابدا ما لازم احكي عنها، لاوصل للهدف اللي بدي اياه بعدين بعلن عنه. وكمان هون في معتقدات بتقول انه اذا بدك تعمل شيء ما تخبر لانه بيفشل. هلا نحن هيدي سوبرستيشس يعني شيء خرافي. خرافي. يعني في ناس بتامن انه ما تحكي ما بتزبط، هيدي خرافي او مثل معتقد صار بالنسبه لهم صح. بس هو احسن حقق هدف وصل له وبعدين اعلن عنه لان اصلا الناس رح تشوفني فيه. لانه اذا ما وصلتي له كل اللي خبرتيهم عن هالمشروع بدهم يهتوك فيه اذا ما زبط 100%. ضيعت وقتك، حطيت مصرياتك على الفاضي، اصلا رح يعطوكي اراء ممكن تخليكي تفشلي ما توصلي للهدف اللي بدك اياه، لانه اكثر انسان بيعرف هو شو بده هو صاحب العلاقه. بحياتك ما تاخدي راي انسان حتى لو بحبك ورفيقك، رح يعطيكي هو شو بيشوف من منظاره ودائما بنقولها. فحدد الهدف اللي بدي اياه، اوصل له بالستبس اللي بدي اياها وبس اوصل احكي. هي مهمة. في شيء نحن بنعتبره عادي، الفتنس تبعنا، صحتنا، كيف بنعمل الدايت، شو بناكل. ايه ولحقوا شوفوكي عم تاكلي ما بتخلصي بقى. شفتي كيف انت ربطتيها انه يي قد ايه بيضايقوني ولو شو صاير عليك اليوم كل شو قاتل حالك ما بتاكل؟ على اساس ما بتاكل كل ما بحكيك بلاقيك عم بتلعبس. ما لازم. واذا بنلاحظ نحن سوشيال ميديا للاسف صارت العالم بتفرجي اشياء ما لازم تفرجيها. اوكي واحد بينبسط بحاله يوم كان بالجيم مبسوط بمنظره وبحط صوره، بس شيء دايم وكل يوم واي ساعه راح وشو تمرن وكل حركه صارت اوفر. تو ماتش. صارت تو ماتش يعني شيرينج. هون كمان هي ضعف عند الانسان انه انا ما عم فرجي غير شيء اللي هو ما عندي غيره لفرجي. فالفتنس كثير اساس ما نفرجيها، ما نقول شو بناكل وعم نعمل دايت. ضعفاني؟ ايه عم انتبه لاكلي، مش ضروري شارك شو بتروق، شو بتغدى. حقدي وزعبرتي مره ما بقى بتخلصي. او اذا ظهرتي معهم للاشخاص اللي عم بتشاركي هيدا الشيء في يعني عم تحكي فيه، رح يقولوا لك بلانش ما على اساس ما بتاكلي او على اساس كنت بتاكلي كثير، شو بكي هلا؟ يعني احسن ما نشارك، كرامتنا بتنهان. تخيلي حتى بهيدا الموضوع. صح. يعني كل شيء قلنا خصو فتنس بالرياضه، شو بعمل رياضه، فيني اقول انا بتمرن بس مش ضروري حدد وين وكيف ومين واي ساعه وامتى بروح وشو بعمل وشو الحركات. صار في تفاصيل عم تتذكر كثير كثير حكي. صح. يعني هيدي الدراسه طلعت مش عن عبس، بعد ما السوشيال ميديا انتشر كثير صارت العالم عم بتشارك امور مع ناس ما بتهمها وتفاصيل ممله. تفاصيل ممله، حتى العالم اللي عم تحضر بتقول اف ما عندهم شيء لشغلي ولا عملي. ليش عم بخبرونا اشياء ما قلنا فيها؟ ايه لان في ناس صغيره من ناحيه وفي ناس تزعل لي هيدا عم يعمل هيك، ما بتنبسط له طبعا. واكيد ما بتنبسط له، للاسف العالم ما بتنبسط لنجاح شخص، بتنحسد منه. هيدا عم نحكي النسبه الاكبر. فهون هيدي بتاثر على كرامتنا. يعني هون اذا بيجي بحسب اشياء كثير انا بقول انه هي منطقيه وعاديه، بس هي مش مزبوطه. هي مزاجه على المدى البعيد، مزاجه. قصص العائله الكونفيدنشال يعني بالاخوه اللي بيحكي عن امه، اللي بيحكي عن خيه، الفاميلي بس فوت على العائلة، بيحكي عن مرته، اللي بيحكي عن مرته الكلام شو بتقول شو بيعملوا، تفاصيل بالبيت حتى عن الأولاد. قصص العائلة بالعائلة بتبقى بقلب البيت. وإذا بنرجع بالزمان عن جد عن جد كان في محافظة أكثر على مبادئنا، على إشياء نحن ما بنحكي، يعني ما بنحكي للعالم عنا هيدي بيت هيدي عائلة. شو اسمها للعائلة؟ يعني بتبقى بالعائلة، لأنه بتوصل الصورة غلط. يعني أو بتكون عم تحكي عن حدا من عائلتك قدام شخص، بترجع بتتصالحي معه او بغير، بيبقى تاني شخص نظرته للخي او للام او للبي اللي كنت عم تتناوليه بحديثك بتتغير. ايه
وبس يشوفوك بينك وبين حالك، بس تشوف الشخص اللي حكيتيه عن عائلتي بتكون كرامتك من يعني هيك من يعني بتحسي باهانه شوي. طبعا سو كثير اساس كمان قصص العائله ابدا ما نشاركها مع اي حدا الا ضمن العائله. بتعرفي انت بقصص الماديه والاراضي كيف بتتقسم والمصاري، هيدي ما حدا بالدنيا لازم يعرف فيها، كل الدنيا بتعرف فيها، حطي لهم ركوه قهوه كل الدنيا بتعرف، وبعدين يمكن يتفقوا وحين يمكن يعملوا مشكل. نحن عم نحكي هودي مش امور يوميه عاديه، نحن عم نحكيهم انا وياكي كلوجيك، بس بالسايكولوجي كلهم بيصيروا ونحن بنفتكر انهم هن عاديين. خلينا نحاول نحتفظ بكل شيء بيصير حولنا من هيدي الامور، والعادات تكون يعني كونفيدنشال. وكثير في لناس دكاتره بيحكوا الانسان الحر اللي عنده حريه هو الانسان اللي ما بيشارك اموره الشخصيه مع حدا. كثير حلوه. مش حريه انه انا والله بشارك كل شيء، حر بحكي كل شيء، بتصير مربوطه بارائهم لانه وقتها بتخبري كل شيء عنك. منا وحده، نحن في ناس بيقولوا هيدا وحيد ما بخبرنا شيء عنه، هو منه وحيد، هو انسان حر. نحن بنفهمها بطريقتنا وبنحاول نطلع كلام من شخص لنأذيه، لانه مش معودين نشوف حدا ما بيشارك. لا، احسن بكثير انه انا ما شارك هودي العوايد مع اي حدا لحافظ على كرامتي، ولاي حدا عم يسمعنا بلونش ما يعتبرها انه شغله صعبه. هلا انا وياك بنجي بنقول اف في هالقد الانسان ما يكون عنده بس أصحاب. احنا كلنا بنعملهم هون، بنعملهم عاملينهم شي مره قدي من وسع. يمكن بتحكيهم انت لرفيقتك الكلوز، يمكن بتحكيهم لحدا من افراد عائله قريب، بس هل انت بتروحي على المجتمع وبتحكي عن عائلتك بالتفصيل للكل؟ لا اكيد لا. في ناس بتعملها، بس ايفن هيفا اليوم وقتها بتخبري التفصيل كثير دقيق لرفيقتك الا ما يجي نهار ترجع تنبش لكي او لزوج او لزوجه او الا ما تيجي نهار اكيد بصير في كلاش صغير بينبتولك بشو بقولوا بينبشوا المار. انت شو بتحسي؟ بتحسي حالك داون وكرامتك هيك انهانت. كرمال هيك دائما في كلمه انا بقولها بالانجلش، دونت جيف ذا بريفيليج لاي حدا يعرف الويكنس اللي عندك. ما تعطي انه مثل بريفيليج يعني كانه ما تسمح سمح، ما تعطي السمح لحدا يفوت على نقاط ضعفك. كل ما انا بين للعالم نقاط ضعفي كل ما الناس حتستغل هيدا الشيء فيي وتشتغل علي. نقاط الضعف بتبين بشو بفرجي بشو بحكي، يعني انت بس تقعدي مع شخص انا باللينجويستيك تبعي كلامه عن شو بيكون مرتكز، الكلام اللي يعني اكثر كلام بيكون، بتعرفي انه هي نقطه ضعفه عم بيحكي فيها 100%. يعني عينيت له كثير، يعني انا اذا بضربه بهاي بنزله بهينه. واو. من هيك اللينجويستيك كثير مهم. هلا نحن بنقول 7% بحياتنا هو الكلام طبعا، بس انا عن شو بحكي هو اللي جوا موجود عندي اللي بيأثر فيه. يمكن تقعدي مع شخص بيحكيكي بس عن السبور فهي نقطة ضعفه، فوتي على السوشيال ميديا عنده على البلاتفورمز بتلاقيه منزل اشياء وعم بيعمل سبور كثير، فانا هون فيني اذا بدي اضربه بهالنقطة. او اللي بيحكي عن جماله كثير او عن جمالها بتجي صح. بس نتفة الى غرتك مش موجود مزبوطة بتنزليها. كرمال هيك العالم ذكية حولنا حتى ما ننهار. شريرة في شر وما في محبة، وللأسف ما حدا بينبسط لك بنجاحك. انا دائما بقول بغاروا مش على مصرياتك ولا بغاروا على شكلك كثير، بغاروا على نجاحك. يعني عادة الغيرة بتكون على نجاح الشخص، قد ايه واصل، قد ايه عنده يعني بيثبت نفسه بمحل. فهودي خلينا ننتبه نحتفظ فيهم، انتبهوا لهم. ومن بعد هالنقاط اللي عرضتها هيفا علينا رح اكيد تتذكروا مواقف احبطتوا فيها بسبب راي اخر او نظره، اوقات نظره بتذكرك بشيء انت حكيتي. مش ضروري كثير ناكل كفوف بالحياه لنتعلم، اوقات فينا بدراسه معينه او بمثل هيك حديث اليوم نتعلمهم ونتذكرهم. ثانك يو لك هيفا ملاعب، الله راد نكست ويك الفرايدي بنكون سوا. رح نروح مشاهدينا لفاصل وبنرجع.